اليوم ان شاء الله غادي نحضر رايب منزلي بدون طنجرة الضغط، بدون ماء ساخن، في اقل وقت ممكن توجديه للفطور او للسحور. صراحة كيجي زوين بزاف، ياغورت طبيعي في المنزل وبجوج مكونات فقط. صراحة في اسرع وقت انني وجدته. المهم غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير مع المكونات. اول حاجة غادي نحتاجو كاسرونة كما تشوفوا. غدا ناخد نصف لتر ديال الحليب، وغدا ناخد مايزينا اللي هي نشا. هذه هي المكونات فقط اللي غادي نحتاجو. غدا ناخد واحد الكاس، غدا ندير فيه جوج معالق ديال النشا حتى لجوج معالق ونص، وغدا نخلطهم مع شويه ديال الحليب. ضروري تقوموا بهذه العمليه هذه، حيت لما درتوهاش وجيتو خويتو نيشان مايزينا مع الحليب راه ما غاديش يدوب لكم. من الافضل انكم تحركوها في كاس وعاد تضيفوها على الخليط ديالها. ودابا غادي نحطو فوق البوطه كما كتشوفوا معايا. ضروري ما تبقاو تحركو، غادي تخليو الخليط ديالكم كيعقد كيطيب، وفي نفس الوقت نتوما كتحركوا ما توقفوش من التحرك وما تملوش. من الافضل انكم تبقاو تحركوا حتى يعقد. بالنسبه للسكر سنيده كتبقى اختياريه. الا بغيتي رايب او هاد الياغورت يجي طبيعي عادي، ما غاديش تضيفي ليه السكر. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه، اما الا بغيتي تضيفي فيه السكر كتضيفي فيه واحد جوج معالق حتى لثلاثة، المهم كيبقى على حسب الرغبة. المهم انا غادي نبقى نخلط حتى غادي يتماسك ليا الخليط، وغادي نضيفو في هاد الكيسان ديالي اللي غادي ندير فيهم. كيبقى اختياري، تقدروا ديرهم في كيسان بحال هكا، تقدروا ديرهم في القوالب ديال لي فلو، المهم كديرهم فاش ما بغيتو. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة، راه زوينة بزاف وناجحة من اول تجربة.